فنانة أروى، أهلا وسهلا فيك عبر ليالينا وبالميوركس دور. ذكرت أنه أنت رح تكوني بالجوري وأيضا رح تغني أغنية لصباح، للسيدة صباح. بتحسي برهبة لما تقدي أغنية لفنانة راحلة هالقد عظيمة مثل السيدة صباح؟ أكيد لا شك يعني، بس هو في الآخر نحن لا بنقلد ولا بنسعى لمقارنة، أكيد ما في مقارنة بين فنانين الكبار ونحن، هذول لهم تاريخ كبير وعظيم، ولكن هي كان بمثابة تحية مني لبيروت وأهل بيروت. اليوم أنت بالجوري، بتلاقي في صعوبة أنك أنت تقيمي أشخاص يمكن صار لهم زمان بالوسط الفني أو يمكن اختصاصهم شوي مختلف عن اختصاصك، ولا بتلاقي أنه هي على الخبرة أنت خلص تعودتي على الموضوع؟ شوفي، هذه ثاني مشاركة لي كلجنة تحكيم، وكمان المريح في الموضوع مش أنت الوحيدة اللي بتقرري، يعني في لجنة كبيرة، في مجموعة من الأصوات اللي بتقرر، في كمان مسؤولين بيقرروا في تصويت، فهذا الشيء يعني شوية بيخفف المسؤولية عليكي. أروى، شو محضرتي لنا للمستقبل إن كان أعمال فنية، تمثيل، أغاني؟ ولا أهم شيء مشاركتي في إكسبو 2020 في البيتز يوم 8/10، وأنا بكون يمكن المشاركة العربية أو الفنانة العربية الوحيدة المشاركة في البيتز مع فنانين كبار كله فيوجن جايين من الغرب، وفي مشاركة لي ثاني في إكسبو يوم 1/1 في الليلة اليمنية، في سينجل بعد أول حفلة إن شاء الله، ومجموعة من الأعمال كثيرة إن شاء الله بإذن الله. من ليالينا بدنا نتمنى لك التوفيق، وبدنا نقول لك كمان إطلالتك رائعة. مين يلي اختار لك هيدا التصميم اليوم؟ والله اليوم نجا سعادة هو اللي عمل التصميم الفستان، مصمم رائع، وأنا كثير مبسوطة على تعاوننا سوا. جهان رعيدي ميك اب، فيكتور كيروز شعر، وجيرار توفنجيان جولري. شكرا على المقابلة، وبنتمنى لك التوفيق بكل أعمالك. شكرا لك. ثانك يو ليالينا. شكرا.